طالب الأمير الأردني علي بن الحسين المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأحد بنشر تقرير المحقق الأمريكي مايكل غاريسا بشكل فوري. وعاد الأهلي لنتائجه السلبية بتعادله مع مضيفي وادي دجلة من دون أهداف في ختام المرحلة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم. وضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الكويتي سجل القادسية فوزا عريضا على خيطان بأربعة أهداف مقابل لا شيء.